الانترنت لو ماغ. رجعنا لكم في لو ماغ، مواصلين معكم حتى للتسعة كما تعودتوا معنا في الوقت هذا. نحكي وثائقيات، سيريات، نحكي وزادة أفلام نكتشفوها مع الألعاب. شو اخترت لنا اليوم عليه؟ اليوم في إكسبريس أنتيل باش نمشيو ديريكسيون لامريكا باش نحكيو على فيلم اسمه بلاد لاين اللي خرج عام 2020. فيلم يقعد 111 دقيقه والجانر نتاعو ثريلر. نحكيو على فيلم باش نلقاو فيه ليلي كولينز اللي مثلت في تارزان، باش نلقاو سيمون بيغ اللي مثل في ميسيون امبوسيبل مع توم كروز، وكوني نيلسن اللي مثلت في فيلم جلادياتور عام 2000. الفيلم الاستوار نتاعو تنجم تكون تجلب برشا عباد معروفه، شفنا برشا افلام في ستيل هذايا. من المره هذايا دي زاكتور اخرين سورتو سيمون بيغ اللي باش نلقاو في رول اللي عمرنا ما ريناه في رول كيما هكايا، دونك ننصح بيه العباد الكل. فيلم ديكوفرير وكالعاده ونعويت في اكسبريس انتشين اللي تعدي مع بعضنا البود انونس، ومن بعد نزيدو نحكيو اكثر على الفيلم تاعنا نتاع الليله. À ce jeu-là, comme dans la vie, il faut prévoir les coups. Il ne s'agit pas de savoir où on en est. Je ne peux pas répondre à toutes vos questions en même temps. Mais de savoir où on en sera dans 10 coups ou 10 ans. Cardiaque. Comment ça a pu lui arriver? Papa est en meilleure forme que nous tous. Il y a en fait une chose dont nous devons discuter. Qu'est-ce que c'est? Ton père a laissé ça pour toi. Et toi seul. Est-ce qu'une seule fille sur Terre connaît vraiment son père? Montre-moi ton visage. Lorraine, Elizabeth Monroe. T'es pas comme lui. À mon avis, tu es meilleur qu'il ne l'a jamais été. Qui êtes-vous? J'aime bien penser que je suis un membre de la famille après toutes ces années. Est-ce que papa avait des ennemis dont je devrais être informée? Tu sais bien que c'était pas ça. Si une personne menaçait notre famille, je jetterais son corps dans la rivière. T'as dit que t'avais pas peur de la vérité. Il y a des secrets que j'emporterai dans ma tombe. Si tu m'apportes ce que je t'ai demandé, je te promets de tout te raconter. في الفيلم هذا باش نشوفوا بيرسوناج اللي لورين بروكيور معروفه على الاخر في الخدمه نتاعها ياسر بروفيسيونيل، وسورتو جايه من عيله نيويوركيز اللي ملياردير معناتها بوه لاباس عليها، وكيما نقولوا هي كانت مش الدلوله نتاع الدار مي دلوله بوها اللي معناتها كل شيء مع بوها، تبع الثنيه نتاع بوها مستانسه ديما مع هو، وترى فيه هو كيما نقولوا لو سامبول نتاع الباترنيتي اللي حاجته بيه واللي تحب عليه. سوف كو كي في ليله ونهار بوها باش يموت، هي باش تدخل في ديبرسيون وكل شيء. دونك امون دوني باش يجي راجل تبع الفامي باش يعطيها المفتاح، وش يقول هذايا خله لك بوك، دونك نخليك انت تكتشف. وقال كان بنتي عند الحق تكتشف شنو وراء المفتاح هذايا. دونك المفتاح يوصلها البنكر، في بنكر فما عبد اللي محبوس مسجون اللي ساجنوا بها بوندون دي ديسيني، واللي هو سيمون بيغ الاكتور اللي يمثل مع توم كروز. دونك معناتها بوها اللي ترى فيه معناتها جونتي اللي خاطيه كل شيء، تلقى تفيق في الاخر اللي بوها مخبي ان بريزوني في بنكر. دونك وسورتو اللي بريزوني يعرف الطفله ويعرف ليستواغ نتاع فامي كامله، دونك هو ولا يحكي لها في حاجات تحب تعرف علاش السيد هذايا هوني، ولا يحكي لها في حاجات على عائلتها. دونك ولات هي كيما نقولوا في بوزيسيون اللي ما عادش تعرف اسكو تصدق عائلتها هي تصدقوا هو، وعلاش معناتها يقول قايل ابخي تو هو سي ان انكوني ليها هي، علاش تصدقوا ديريكتومون. سوف كو سيمون بيغ الاكتور عمل ان جو دو رول ديجا اكسيبسيونيل، وسورتو اللي يعطي فيها معناتها قاعد يقولها في حاجات اللي كيما نقولوا الحاجات السومبر نتاع الفامي نتاعها. دونك ما ينجمش يكون عبد اكستيريور على فامي، سي كو مادام عنده لي ديتاي هذم كل، سي كو عنده علاقه بالدار. وغاديك هي باش تدخل في باش تحل لونكيت نتاعها هي بيرسونيل، حتى حد ما في بالو بها، باش تولي تشك في عائلتها في حاجات، تصدقوا هو في حاجات، تولي من بعد ما تصدقوش تولي تصدق حاسيلو، باش تدخل في كيما نقولوا نحن في عالم، في معناتها في حاجه اللي ماهيش فهمتها جمله، وباش تولي فينالمون ما نجمش انا نعطي لي ديتاي كل ولا شنو صار في الاخر، ولا هي اسكو باش تجي من الكوتي نتاع عائلتها ولا من الكوتي نتاعو. نخليكم انتم تكتشفوا الفيلم هذايا اللي ديسبونيبل على نتفليكس اسمه بلاد لاين، وهكا نكونوا كمان اكسبريس تشيل.
انا باش نحل معك قوس صغير. أيوة. عليه كيما حكينا على السينما الاسبانيه، حكينا على السينما كوريا الجنوبيه، لهنا نحب نسال على السينما الامريكيه من ناحيه الممثلين اللي موجودين في الـ في الـ في الافلام. انت في الفيلم نتاع اليوم ذكرت عديد الاسماء الكبيره، النجاح نتاع الفيلم تصنع القصه اكثر ولا الاسماء نتاع الممثلين اكثر في هوليود؟ كنا نحكيوا على خاطر برشا ممثلين يتقمصوا ادوار معناتها، وحكينا قبل في الاوف على انه ينجم نفس الممثل يتعدى بعديد الشخصيات المركبه حتى في الافلام، معناتها شخصيات نجم تكون بعيده على بعضها وهو يتاقلم معها. انا نتصور نعرفش كان تشاطرني راي ولا ساعات، فما افلام اللي يطلعوا الممثلين وفما ممثلين اللي يطلعوا الافلام. دونك كناخذوا باغ اكزومبل مثلا في الكام نتاع اكزومبل ناخذوا فاست اند فيروس اللي هو فيلم يعرفوا الناس الكل. ليكيب اول ما بدات معناتها كيما نقولوا نحن معناتها نفسها بريسك. دونك يجي في السانك ولا في الكات يزيد كذروك. The Rock اللي هو اكتور اللي عنده سي ان بيرسوناج سيليبر اللي عنده بوبولاريتي كبيره في العالم اجمع في امريكا. دونك لهنا الفيلم الاودينس نتاعو زادت طلعت. دونك لحد الان كيما نقولوا ميم سي الاسم ساغا كامله فاست اند فيريوس معروفه وعندها جمهورها كل شيء، كي تزيد The Rock زادت الاودينس طلعت. بعد The Rock يزيد يجيب لك جيسون ستيثم معاه. دونك لهنا الاودينس ولات دوبل وتريبل. دونك فهمت ساعات تحس اللي الاكتور ولا الممثلين ينجموا يطلعوا في الفيلم ممسي حتى يبدا ناجح، وينجم حتى يكون العمل الفيلم مثلا ينجم يكون هو اللي باش يطلع الاكتور، وساعات مش الاكتور ومش الفيلم، ساعات المخرج ولا رياليزاتور نتاع الفيلم. كيما كي نقولوا كي نقول لك مثلا فيلم باش تلقى فيه توم هانكس تقول توم بيان فيلم تاع توم هانكس، وكي نقول لك انا معاه مثلا كريستوفر نولان هو المخرج، دونك تولي انت تحب تزيد تتفرج اكثر. دونك ساعات عرفت فما برشا اسامي في السينما اللي هما بسامي مكاو يخدم الفيلم يطلع في النوتوريتي نتاع فيلم، تلقى عنده جمهور من قبل ما يهبط الفيلم يبداو يستناو فيه. تصير كيما مثلا في الكام تاع ذا ويتشر سيري. دونك سيري وقت اللي معناتها قالوا اللي انري كافي اللي هو باش يكون لاكتور نتاع ذا ويتشر والفيلم والسيري مازالت ما خرجتش وكل شيء، العباد ولات تستنى والناس الكل في لي تويت في لي ريزو سوسيو يستناو في ذا ويتشر، وفما لي فان ميد اللي هبطوا في دي فيديو نتاع الجو نتاع ذا ويتشر وانري كافي عملوا له لبسوه هما زعما عرفت كي لي فان هما يتخيلوا في اللبسه. دونك هنا الممثلين معناتها والمخرجين يصنعوا هما النجاح نتاع الفيلم قبل ما يهبط ديجا. وفما ساعات كما قلنا الافلام هي اللي تنجح المخرجين هي اللي تنجح الممثلين نتاعها. ممكن نحكي مثلا كنرجعوا سنوات التالي، فما مثلا فيلم تيتانيك وقت يطلع القصه نتاع الفيلم كانت سابقه الممثلين اللي موجودين، خاطر وقتها ديجا الممثلين مازالوا في البدايات نتاعهم. فوالا معناتها كي ناخذوا ليوناردو دي كابريو اللي هو توا اكتور معروف برشا ومي وقتها في تيتانيك ليوناردو دي كابريو مازال صغير. كيت اللي معاه مازالت صغيره. دونك قصه الفيلم وقتها هي قصه ديجا الفيلم هي اللي سبقت. فوالا قصه الفيلم هي اللي عملت النجاح وعملت امباكت كبير باش توصل للعباد، وسيرتو من بعد بيان سور من زاد لي زاكتور عندهم اهميه. الجو دو رول اللي لعبوا ليوناردو دي كابريو اللي لعبته كيت اللي مع بعضهم كيفاش لعبوا لي سين نتاعهم مع بعضهم، هذيك عطات امباكت كبير باش الفيلم زاد نجح. دونك لهنا ولا عندنا فيلم ناجح، اسم ناجح، وممثلين ناجحين. رجعنا معكم شوي اخر مواصلين في لوماك، شوي اخر نعطيكم الموعد مع الاخبار ورجعنا معكم حتى للتسعه في بقيه فقراتنا في لوماك.